ميشيل مينياني مدرب نادي باري الإيطالي لكرة القدم أنه سعيد من أجل مشاركة مهاجمه الدولي المغربي وليد شديرة في نهائيات كأس العالم المقبلة بقطر. أكشف مينياني بتصريح صحفي أنه جد سعيد على الاختيار الأولي لشديرة في لائحة المنتخب المغربي للمشاركة في المونديال، مشيرا إلى أنه اختيار موفق وسيمنح اللاعب دفعة قوية لمواصلة العمل بشكل جيد. وأبرز مدرب نادي باري الإيطالي لكرة القدم أن تميز شديرة مع الفريق الممارس في القسم الثاني الإيطالي جاء نتيجة عمل كبير للمجموعة وللفريق، وهو فخور بهذه المشاركة التي تسعد جميع مكونات باري. وعن تضرر النادي من غيابه في فترة المونديال قال مينياني: سنفكر في خطة بديلة عندما يحين الوقت، ولا يمكننا القلق بشأن ما سيحدث بعد شهر من الآن. ويحتل الدول المغربي صدارة هدافي الدوري الإيطالي الدرجة الثانية تجدر الإشارة إلى أن تألق شديرة قاده إلى الحضور ضمن أول قائمة للمدرب الجديد للمنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، ودون اسمه ضمن هدافي الأسود خلال المباراة التي أجرتها العناصر الوطنية أمام منتخب مدغشقر.